لسه الدنيا خير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير. أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. استفاق محبو سلطان الطرب جورج والصوف صباح الخميس على خبر إصابته بجلطة دماغية في الشام في سوريا، استدعت نقله إلى مستشفى الشام حيث يتلقى العلاج. وما هي إلا ساعات حتى اتضحت الصورة وتبين أن الوصوف أصيب بالفعل بعارض صحي، ومن الشام نقل فجر الخميس عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى بيروت، وتحديدا إلى مستشفى الجامعة الأمريكية، يرافقه نجله جورج جونيور وعدد من الأصدقاء والمحبين. داخل غرفة العناية الفائقة في الطبقة الرابعة من المستشفى، تابع الأطباء تطور الوضع الصحي لسلطان الطرب، مؤكدين أن الأمور إلى تحسن. حالته منيحة هلا، مستقرة، والحكم حده كله واعي. حكايكم قدرت تتواصل؟ بيقدر يحكي شوي، برجع بنعيمه الحكم. صار معه نزيف بدماغه، اوكي، وقع على الأرض، أخذوه طوارئ، نزلنا بالشام جبناه على لبنان، فحصوا الحكمة وشافوا إنه تحسن وضعه شوي شوي، يعني من وراء ضغطه، علي ضغطه كتير، هلا تحسن وضعه شوي شوي. بس اهم شيء بس شائعات، يعني ما كل العالم تقول من غير شرط توفى او شيء، الحمد لله عم يتحسن وضعه. هذا وطلب احباء الوصوف واصدقائه الذين حضروا الى المستشفى للوقوف الى جانب العائله الصلاه من اجل تحسن وضعه وعودته سالما الى جمهوره.